موجه الحرائق تواصل التهام الاخضر واليابس في مناطق عده حول العالم في ايطاليا ما زال رجال الاطفاء يكافحون لاخماد حرائق اندلعت في منطقه كورسو شمالي البلاد وهو ما دفع بالسلطات الى اغلاق اكبر مصنع لبناء السفن بعد ان غمره الدخان اما في محيط العاصمه روما فتتصاعد المخاوف من احراق النيران لغابات الصنوبر الشهيره بالكامل المشهد لا يختلف كثيرا في اليونان فقد امتدت السنه اللهب على جبهتين بجزيره ليسبوس احداها في اتجاه قريه فريسا والاخرى داخل قريه فاتيرا واكد رئيس برديه الجزيره ان الحرائق دمرت منازل عده وتم اخلاء منتجع سياحي مزدحم كاجراء احترازي وخلال الأيام الماضية كان يحاول رجال الإطفاء وقف حريق عنيف آخر في حديقة داديا الوطنية، أحد أكبر مواقع الغابات في أوروبا. مآسي الحرائق تتجاوز الحدود الأوروبية، ففي الولايات المتحدة كذلك اشتعلت النيران في مناطق عدة من ولاية كاليفورنيا، وشهدت مقاطعة ماريبوسا حريقًا ضخمًا تسبب في تلف ما يزيد على 2600 هكتار. ووفقا لاداره الغابات فقد وصلت النيران الى غابه السياره الوطنيه ودمرت في طريقها بنيات تحتيه ومرافق عموميه مهمه وقد وجد بعض ساكني المنطقه انفسهم محاصرين داخل منازلهم مما ادى بالسلطات الى بدء عمليات اجلاء واسعه